كتشوفوا معنا هذا النهار وقفه احتجاجيه على شنو كيوقع للسي او دي ام بصفه عامه. وصراحه ما تستاهلش توصل لهذا النيفو هذا. وانا من محبين هذه الفرقه هذه. كنقول اي واحد ان اي زعمه داك المسؤول بالمحي انا يغادر داك المكتب لانه كاع ما كيستاهل. وصراحه ما كرهتش هذا السي او دي ام تولي تزيد للفوق. وصراحه راه انا من محبين هذه الفرقه هذه كتعجبني من بكري ماشي عاد. وراها معروفه تاريخيا وعالميا وما تستاهلش هاد المهزله هذه اللي فيها هي دابا. السلام عليكم. عزيز العبوبي متدمر، ما صحفي ما منشط ما والو، مكناسي متدمر، كوديمي متدمر من التسيير العشوائي ديال هاد الناس اللي كتسمعوا الاسماء ديالهم يعني واحد المده ديال 10 سنين. وبنادم ما بغاش يفهم، ما بغاش يحشم، ما بغاش يعرف بان الهضره عليك الحاضر عينيك. ما عينا ما نحشموا، عينا ما نقولوا. خرجتي الشباب، خرجتي الشيوخ، خرجتي العالم كله وما خرجتيش انت. هذا هو المشكل. الكوضيم لا تحتاج لاشخاص انتهازيين ولا تحتاج لاشخاص وكالين. كوضيم انا قلتها في واحد الفيديو غنقولها، كوضيم من المآثر التاريخيه ديال مكناس، ما كتمحاش. ولا تمحات الكوضيم تمحينا معها احنا. اذا الكوضيم ما خصهاش ناس للاسف لساني تجرح بالاسماء ديالكم، مما يعني حان الوقت للرحيل. سالات الحفله بركه، خصنا دابا الحساب. الله يعاون العونات، خصنا وجوه جديده لتسيير النادي المكناسي، لان النادي المكناسي محتاجه دم جديد، هي ومكناس كلها. السلام عليكم. رشيد السلمي، رئيس جمعيه شباب البيعه لمغرب الغد. انا غنبدا الكلام ديالي بالرساله الملكيه ديال الصخيرات، وناخذ واحد الجزء صغير منها اللي قال فيه: من التجليات الصارخه لاختلالات المشهد الرياضي ما تتخبط فيه الرياضه من ارتجال وتدهور واتخاذها مطيه من لدن بعض المتطفلين عليها للارتزاق او الاغراض الشخصيه. انتهى كلام صاحب الجلاله. كلام صاحب الجلاله يضرب به عرض الحائط بمدينه مكناس. لقد فشل المنتخب، لقد فشلت السلطه، لقد فشل الجميع في محاربه شخص واحد اقول اسمه، لان هذه الجماهير هي كذلك تقول ذاك الاسم. قالوا ارحل لرجل ربما قد نجح في مجموعه من في الدراجات، لقد نجح في العالم السياسي فقد نجح، لكن في العالم الرياضي فقد فشل فشلا ذريعا. لذلك نطلب منه نحن كمكناسيين، السي بلماحي صديقنا واخونا، نطلب منك ان تترك الرياضه للرياضيين. نطلب منك كمكناسيين، واتحدث الان باسم مدينه مكناس، نطلب منك ان ترحل من هذه المدينه كرياضي وتتركها لاشخاص فلربما يتبعون تعاليم صاحب الجلاله التي ضربت بها عرض الحائط. واكرر، فشل الجميع في ايجاد حلول، فلو بمدينه مكناس لو بقوي لن يستطيع احد ان يرفع الحيف على مدينه مكناس. لذلك ندعو نحن كمكناسيين صاحب الجلاله لانقاذ هذه المدينه، فكالرياضه كالتنميه، مدينه مكناس مدينه مهمشه، انقذها يا صاحب الجلاله. اول حاجه خويا الواقع النادي مكناسي راه باين، راه هو يتحيد بالماحي، اما لا بقى بالماحي ما عمره يتحيد المشكل. الماحي هو المشكل الاول، لحقاش الكوضيم هي الفرقه الوحيده في المغرب اللي ما تحتاج لا منخرطين لا عندها فلوسها بيديها. اخو راه الشرافي راه مكري لابيل في ومكري المنتزة وفلوسه كامله ما بيناش، فهمتي؟ هذه هي اول مشكل اللي كاين في نادي مكناس. ما عمر النادي مكناس يخرج من الازمه الا ما مشاش ذاك السيد، حتى ذاك السيد باقي راه ما عمره يتحل هذا المشكل. حنا كنطالبوا بالرحيل من الماحي وبغينا مكتب جديد. اما الدراري راه كوايريه وفي المستوى. السلام
لكم تحيه لهذا الجمهور اللي جا باش يساند النادي المكناسي. المهم النادي المكناسي ما كيعانيش فقط في الناحيه الكرويه، ولكن المكناسي كتعاني من جميع القطاعات. المهم هذه كمستجدات في واحد الحوار كان بيني وبين السي بلماحي عبر ميسنجر شحال هذه في الازمه الاولى، كنقال لي باللي الكوديم داكشي اللي كتعاني منه قطاع الكره انا بعيد عليه، حيت انا في المكتب المديري. قلت له المهم اعتبرت راسي غبي ودزت. من بعد كنت ناقشت معاه قلت له المكتب ديال بحجي فاش جا نتو درتو لي يدين والرجلين ودرتو ملف مضاد ودفعتو للجامعه، والجامعه بواحد الاجتهاد كبير في 24 ساعه خرجت بقرار، وداك القرار شنو هو؟ باش يردوا المكتب ديال مرزاق. المهم واحد المعلق مشهور في المغرب اللي هو الشراط كان قال لي بلا مرزاق ما عندوش محلابه وباغي يشد الكوديم. فهمتي واش مرزاق يشد الفرقه اللي عندها في الجمهور هذا؟ ما كايناش هذه القضيه هذه. دونك مرزاق ما عندوش فلوس، واش الرئيس اللي تيقول لك خصتي واحد يجيب الفلوس وانت فوزيتي سي بوغ سا راه خصك تجيب الفلوس. دونك فاش جا بحجي عنده استراتيجية الو تيرم، بغى يجيب فلوس، بغى يجيب الناس اللي غيزندوا الفرقه، غيدير دي سونتر فورماسيون في المكناس. انتو درتو واحد الملف قوي، دونك لوبجيكتيف ديالكم راه باين، لوبجيكتيف انكم ديروا الكودين فلاشوت في اسرع وقت. ما عرف واش بغيتي تحيدوا فرقه، واش بغيتي تردوا مكناس كتنتمي للمدن المستوى الخامس بحال تيفلت بحال دوك المدن الاخرى. دابا ما عرفت سي بحجي الا طلبنا يرجع للمدن. دابا السبب، دابا الهدف باين، سي دو غاشي الكودين، تدمير الكودين. السبب ما عرفناش، غير هو سبب جاي من سلطات عليا فاش ينهيو لهذا الفريق هذا نهائيا. ما عرفتش علاش بحجي فاش جا درتو عليه سلطتو عليه الاضواء. بلاتي ابو خديجه ودوك الناس فين كانوا دابا؟ فاش جا ابو فاش جا بحجي شد الفرقه جيتو درتو اربعه الاجتماعات ليل ونهار وكانكم كتناقشوا ريال مدريد. اون فوا طفات القضيه ورجعتو داك مرزاق اللي ما عنده نيفو انتيليكتيال، ما عنده فلوس غير شد الفرقه. المهم ككلمه اخيره تنقول بان القدم البروبليم ديالها ماشي غوسورس فينونسيغ، ماشي غوسورس اوما. القدم كاين واحد السياسه اللي بغات تدمر هذه الفرقه هذه من الاخر. السلام عليكم. كنشوفوا الازمه ديال النادي المكناسي ازمه رجال، ما نقفوش مع رجال. من هذا المنبر كناشد جميع المسؤولين على هذا القطاع الرياضي في مدينه مكناس. ماشي كره القدم، كنشوفوا كره اليد، كان النادي المكناسي من ابرز اللاعبين بوحد الديوي. كنشوفوا عاوتاني كره القدم، كنشوفوا عزيز الديدي كماتشو. والله غالبا انت كتشوف الناس كيشدوا الفلوس كيديروها في جيوبهم تيخليو اللعابه ديما محتاجين، وهذا الشيء ما بغيناش يبقى في هذه المدينه. هذه المدينه اقتصاديا رياضيا سياسيا مهضومه الحقوق ديالها. هذا الشيء اللي نقدموا واحد التحيه الخاصه لهاد الرجال هذو ديما صارين على حساب المدينه، ولا الرجال الحمر من هذا المنبر حنا فرد من فرد الرجال الحمر. تسناو خص الناس يهضروا على هذه المدينه. هذه المدينه راه عندها فريق عارق، عندها ناس اللي خدامين في مستوى عالي وسوبيريور. حشومه هذا الفريق وهذه الجماهير وهذه الناس ديال مدينه مكناس. رايحين للرئيس ما دار لنا حتى حاجه. الرئيس بالماحي السي بالماحي رئيس الدراجات الدراجات انتم كتسمعوا سمعوا الجماهير ديالنا ديما مع التشعل الفوز. راه بغينا حنا في قسم الظلمات. هذا فريق الكوديم اللي كان تيتخبط في مشاكل خصو فريق قسم الاضواء. ما كانت مع الاضواء مع فريق الجيش مع فريق الراجا مع فريق الوداد ايام التسعينات، ايام الدايدي بودوما الله يرحمهم الله يخليهم كاع، ايام كاماتشو ما كانتش شي فرقه كتضيم معانا. السلام عليكم. كما كتشوفوا هذه المظاهره هذه السلميه شنطلبوا فيها هاد الناس هذو يبعدوا على النادي المكناس، راه يومين هبوا فيه وضيعوا هذه المدينه هذه. نمشيو للمدينه خويا، نمشيو اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا بزاف كاع. راه هنا ما نطالبوا معاهم باش يسيروا هذه المدينه وقدوها الساره لا اله الا الله. هذه المدينه ضيعوها بزاف، حنا ما بغينا منهم حتى حاجه، ما بغينا منهم والو. يمشيو في حالو، يبعدوا منا. اللي ما غيديرش شي حاجه مزيانه في هذه المدينه يمشي بحال راه دمرونا وما خلاو ما داروا فينا. هيا وما يشفروا وبارك عليهم. وكانوا شفار صحاح كيفاش تشحنا عندنا راه غيطلعوا الفارق. وكانوا شفار صحاح راه يطلعوا الفارق ويشفروا في فتره. الفارق هو ماشي في المدينه، دابا مضيعين الفارق وما لقاو ما يشفروا فيه بزاف كاع وليله بزاف. حنا خويا كجماهير نادي المكناسي جينا نطالبوا بالفساد اللي وقع في هذه المدينه هذه. لا يعقل ان مدينه مكناس نادي مكناس اللي عطى لعابه كبار والحمد لله معروفين في تقريبا في المغرب كامل ان النادي المكناسي يعيش هاد المشاكل هذه.
وكنطالبوا المكتب المديري استقاله جماعيه والمكتب المسير حتى هو استقاله جماعيه. حنا جمهور نادي المكناسي كما كتشوفوا مل، الله يعقل اللاعبين مساكن ما تيتخلصوش، كلشي ما مخلصش، با عمر ما مخلصش، كلشي ما مخلصش، اللهم هذا منكر. تنطالبوا ان الوالي ديال الجهات فاس مكناس انه يتدخل، والله يعقل صراحه هاد الجمهور يعني كما تتشوفوا جمهور كبير، راه فرقي بروميان سيري وما عندهمش هاد الجماهير هادي وحشومه. وتنطالبوا بالسلطات حتى هي تدخل ويعاون كلشي ينوض يعاون هاد الفرقه، ان فرقه ديال المدينه، والله يعقل نادي المكناسي يعيش هاد المشاكل هادي، لا يعقل. يعني صراحه نادي المكناسي اللي دوز العديد من اللعابه كبار، احسن 10 في المغرب عزيز الدايدي، وكلشي تيعرف عزيز الدايدي فين ما مشيتي كتقول كيهضروا على عزيز الدايدي، وحنا تنطالبوا بالوالي يتدخل وشكرا. لا خويا حنايا كنعيشوا هذا الشيء، النادي المكناسي جينا اليوم درنا تصوير على حقاش النادي المكناسي كساحة الهديم كما قال لك الشارع الصواني كباب منصور، كلهم هي من المآثر ماشي اللي غادي يجيو يحيدوها لنا. حنا عندنا كنطالبوا بحقنا، كنقولوا الرئيس الجمعيه اللي مكلف يشوفوا لنا شي حل، هذه مبادره راه سلميه، حاشا النادي المكناسي عنده تاريخ ماشي تجيو تحيدوه. وبالماحي كنطالبوا بالماحي يمشي، المكتب بالماحي يمشي بحاله. السلام عليكم، حنا جينا اليوم درنا هذه الوقفه احتجاجيه باش نهضروا على الاوضاع ديال النادي المكناسي، وهذا الشيء اللي وصل له بسبب السي بالماحي. بالماحي بغينا حنايا خرجنا اليوم درنا هذه الوقفه احتجاجيه باش يمشي بالماحي بحالاته، بالماحي هو اللي خرج على مدينه مكناس ومن هذا المنبر تنطالبوا يمشي بحالاته. بالماحي غادي يمشي بحالاته. حنا اخويا درنا هذه الوقفه هذه احتجاجيه باش نحيدوا اخويا هذا رموز الفساد اللي طول هذا الفساد في مدينه مكناس وعم على هذه المدينه هذه كلها، وكنتمناو من الله وجميع السلطات يحيدوا لنا هذا. سواء بغينا بالماحي يمشي بحاله، راه دمر الكوضيم، دمر الكوضيم في الهوات وتبات البرومين هوات هذا الشيء.